لتلملم جراح بيان الأهلي الذي كان عكس ما تم من اتفاق في الغرف المغلقة. أكمل لكم وقفنا عند اتصالات هاني أبو ريدة بمحمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب قال ادوني وقت أرجع للجهاز الفني قبل ما أرد على الوزير وعلى هاني أبو ريدة. الكابتن محمود الخطيب رجع لجهازه الفني واتكلم ومداولات ولمجلس الإدارة، ثم بعد ذلك عاد. أنا بقول لكم اللي أصل حرفيا، ثم بعد ذلك عاد وقال 6 أكتوبر مناسب جدا، والأربع أيام ما بين يوم 2 وما بين يوم 6 مناسب جدا لينا. وانفرد معانا الناقد الرياضي الكبير والإعلام الكبير الأستاذ أحمد درويش بالأمس بهذه المعلومات، ولكن قال عندي مزيد من الأسرار مش عايز أتكلم فيها دلوقتي، أما وأن السوبر سيلعب ندفع في اتجاه أن تقام المباراة من أجل الشعبين الكبيرين، لأن دي إرادة الدولتين ولا يستطيع أحد أن يقف أمام إرادة الدولتين. يا ترى إيه اللي كان مع أحمد درويش ولم يتحدث فيه معنا بالأمس؟ اتصلنا به مرة ثانية وجاءنا على الهاتف. أستاذ أحمد درويش السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ الناصر. إزي حضرتك يا أستاذ أحمد؟ كل التحية حضرتك وكل مشاهدينك ومستمعينك وعلى تناولك المحترم لكل القضايا بشكل احترافي كيف والله. ربنا يخليك يا استاذ احمد. استاذ احمد احترمت وجهه نظرك بالامس ومشينا وراك في الاستوديو لما قلت خلينا ندفع بان احنا نقول ان المباراتين هيتقاموا، ولكن اديتنا بعض الحتت انك متخوف من بيان الاهلي انه كان بيانا مقلقا ومفخخا، وانك انت متخوف انه ينسف كل حاجه. قلنا لك ايه كل حاجه؟ قلت مش هتكلم فيها الا لو الموضوع حصل فيه حاجه. اما وان الاتحاد السعودي اصدر بيانا يعتذر فيه عن السوبر محملا الاهلي مسؤوليته بعد ما لحس كلامه من 6 اكتوبر لشروط تعجيزيه، ماذا لديك من هذه الاسرار؟ طيب خلينا نحكي حكايه كده براحه، وحضرتك اتناولت جزء مهم جدا جدا فيها. بس وجب عليا ان انا اربط الخيوط كلها ببعض. اتفضل يا فندم. هو الموضوع كان انتهى والصفحه خلاص تم قفلها بمجرد ان النادي الاهلي قبل كده قال مش هشارك في مباراه السوبر، والاتحاد السعودي اصدر بيانه ان الزمالك هو طرفي النهائي، وكان الموضوع من جانب الاتحاد السعودي والاتحاد العربي قد اغلق تماما. تمام. المهندس هاني أبو ريدة بمساعده طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه هما من قام باحياء الموضوع من جديد. وقام بالاتصال بالكابتن خطيب وفتح الصفحة وعرض على الكابتن خطيب موعد 6 اكتوبر. موعد 6 اكتوبر. انا سامع حضرتك بتقول ان الكابتن خطيب ابدا موافقته وراجع للجهاز الفني واكد الميعاد، هذا كلام صحيح مليار في المية. كابتن خطيب بص في ارتباطات النادي الاهلي المحلية سواء في الدوري العام ثم بطولة عربية او بطولة افريقية، ووجد ان الموعد مناسب وان هناك فارق 4 ايام ما بين مباريات قبل نهائي في حال صعود النادي الاهلي ومباراه السوبر في يوم 6 اكتوبر، خاصه ان النادي الاهلي لا توجد له اي التزامات بعد يوم 6 اكتوبر. كابتن الخطيب خد الموافقه، كلم المهندس هاني أبو ريدة اللي هو رئيس الاتحاد المصري وعضو اللجنه التنفيذيه في الاتحاد العربي بما يحمل من القاب وما له من فقه في كرة على المستوى العربي والافريقي والدولي. تمام يا استاذ عبد الناصر؟ الله ينور. خطوا معالي المستشار التركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي وقالوا له ان النادي الاهلي موافق على 6 اكتوبر وان احنا عايزين نقفل الصفحه ونفتح صفحه جديده يا معالي المستشار عشان نرجع تاني، النادي الاهلي موجود في السوبر موجود وهكذا. الراجل معالي المستشار التركي آل الشيخ بيخاطب وزير زي حالاته في مصر، بيخاطب هاني أبو ريدة الراجل المحترم رئيس اتحاد مصر، رئيس اتحاد وعضو لجنه تنفيذيه في 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 حاجات كتير. فوافق معالي المستشار تركي آل الشيخ واعطى تعليماته للمسؤولين في الاتحاد العربي والاتحاد السعودي بتنفيذ الامر الجديد اللي هو ايه؟ مباراه الاهلي والهلال يوم 6 اكتوبر بعد طبعا ما تم تاكد من الجدول بما يناسب الطرف الثاني اللي هو نادي الهلال السعودي. تمام. اذا يا استاذ عبد الناصر المبادره جاءت منين؟ من الجانب المصري على مستوى على مستوى اشخاص يمثلوا الدوله المصريه اللي هو وزير الشباب والرياضه
ورئيس اتحاد الكرة المصري. تمام. ثم الموضوع اللي محدش خد باله منه اللي انا هقوله واللي انا عارف ان انا وهاجه فيه والناس هتزعل مني. تم تسريب الامر من قبل بعض اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي لشن حمله عبر السوشيال ميديا ضد الكابتن محمود الخطيب. تاني يا استاذ ناصر. يا ريت. يعني اذا ضرب الخطيب من داخل بيته. اتسرب الموضوع من مجلس الاداره بعد بيان الاتحاد العربي ما نزل ان الاهلي وافق على يوم 6 والاهلي كان موافق بناء على الاتفاق اللي احنا بنتكلم فيه، فتم عمل حمله ضد كابتن خطيب عبر السوشيال ميديا، وكان اطرافها واساسها هم اشخاص من مجلس اداره النادي الاهلي. تمام. فتم وضع الكابتن محمود الخطيب في موقف محرج جدا. وقالوا شفت ادي رد فعل جماهير الاهلي، ادي 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 لابد ان احنا ننزل بيان شديد اللهجه. وهو ما حدث بنزول البيان التعجيزي امبارح. انا كنت متحفظ جدا، قلت لكم بيان النادي الاهلي بيان تعجيزي، وانا اعرف بعض الاثار من خلال اتصالاتي بمسؤولين في الاتحاد العربي. انتوا حبيتوا تهدوا الدنيا امبارح علشان احنا فاتحين صفحه جديده، ولكن انا كنت شايف واعرف ان البيان ده تعجيزي، في غضب شديد جدا 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 من المسؤولين على راسهم اشرف صحي وهنا بريده، لان هم اللي خدوا المبادره. وحاليا انا بضيف ان الاستاذ ثروت سويلم او اللواء ثروت سويلم بيقول ان الساعات القادمه هتشهد مفاجات جديده. يحاول الجانب المصري بقوه احياء القصه من جديد. وهناك غضب في الاتحاد العربي، لان القصه مش رايح جايه يا استاذ عبد الناصر. الناس في الاتحاد العربي احترموا النادي الاهلي بما فيه كفايه، وحرصوا بالشكل الكبير على تواجد النادي الاهلي، واستجابوا، خد دي بقى بين قوسين تاني، لرغبه وضغوط مهندس هاني ابو عيده والوزير اشرف صبحي. لان انت تعلم قبل كده ان النادي الاهلي طيب في ماتشات كان في فاصل فيها 48 ساعه ماتشات مجامله. طيب خليني يا استاذ احمد، خليني، وصلني الان مباشره من المملكه العربيه السعوديه هذه التصريحات المهمه للاستاذ الدكتور رجا الله السلمي وكيل هيئه الرياضه السعوديه، تصريحات مهمه جدا واحنا بنحاول نتصل به في الاعداد. ف يعني تاكيدا لكلامك الدكتور رجا الله في تصريحات خاصه ما يقال الان حول عوده الاهلي للمشاركه في السوبر المصري السعودي امر غير صحيح، المباراه ستقام بين الهلال والزمالك في الرياض ثم بين الزمالك واتحاد جده في القاهره. واضاف نتعجب جميعا من موقف محمود الخطيب رئيس الاهلي والبيان الذي اصدره النادي بشان المباراه، وذلك بعدما نقل موافقته بالمشاركه في السوبر لهاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره قدم، وبعد تدخل وزير الشباب والرياضة في مصر. ده تصديقا لانفرادك. وكشف السلمي الخطيب عقد جلسة، يعني كلام مهم جدا هو خطير. وكشف السلمي الخطيب عقد جلسة مع هاني أبو ريدة، دي الكواليس بقى، وكيل الهيئة الرياضية على مسؤوليته يفشي أسرار ما تم في الغرف المغلقة. وكشف السلمي الخطيب عقد جلسة مع هاني أبو ريدة ونقل له موافقته على مشاركة النادي الأهلي في السوبر، وكذلك حدد الميعاد بنفسه لأنه يتناسب معاه. ثم انتظر حتى صدور البيان المشترك بين الاتحادين المصري والسعودي. وبعد صدور البيان فوجئنا بصدوره بيان لا يعبر عن ما تم الاتفاق عليه ما بين الأهلي ومسؤولي مصر تماما، وليس من أخلاقنا أن نعقب على ذلك. وتابع هذا الأمر يستفز الجمهور الرياضي في السعودية ومصر ويسيء إلى الجماهير، وبالتأكيد أن هذا البيان مستفزا للجميع ونرفضه جميعا. وأكد لذلك أغلقنا الصفحة ثانية بالنسبة لمشاركة الأهلي في السوبر، وسيتم الأخذ في الاعتبار بعد ذلك موقف الأهلي وما تم في الآونة القادمة. تعليقك. طريق ان انا كنت لسه اقول لك ان في حاله غضب وفي بيان منتظر من الاتحاد العربي هيتم صدوره، ولكن انت سمعت من خلال الدكتور رجا الله السلمي وكيل الهيئه
هو فعلا الصفحة خلاص اتقفلت. أنا كنت لسه بقول لك المحاولات دي فقط من الجانب المصري، ولكن الصفحة أغلقت تماما بالنسبة للاتحاد العربي والاتحاد السعودي. الزمالك هو طرف المباراتين، مفيش بنسبة 100% خلاص القصة انتهت. الفكرة كلها إن الجمهور لازم يعرف اللي حصل في أزمة البيان، اللي هي ما حدث من بعض المتواجدون داخل غرفة النادي الأهلي وتسريب البيان وعمل حملة ضد الكابتن خطيب هي مربط الفرس في أزمة الأهلي مع الاتحاد العربي في مباراة السوبر. لازم نوضح دي، ونوضح دي مرة واثنين وثلاثة، لأن الناس بتقول أي كلام يا أستاذ عبد الناصر. إحنا قلنا إمبارح جزء ونأكد جزء، والحمد لله وكيل الهيئة العامة للرياضة السعودية المحترم الدكتور جلال السلمي أكد، وأنا معاك دلوقتي على الهوا، على كل ما قلناه إن الجانب المصري والنادي الأهلي بالتحديد هو المخطئ بنسبة 100% في الأزمة، وهو صاحب الميعاد، وهو اللي قبل الميعاد، وهو اللي عرض الميعاد على الجهاز الفني ثم تراجع. بشكرك على هذه المعلومات ناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ أحمد درويش، شكرا جزيلا لحضرتك.